أبنائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم شرح مادة تقنية المعلومات للصف الثالث علمي، الثالث ثانوي علمي. أخذنا في الحصة الماضية أو درسنا في الحصة الماضية، تكلمنا عن جرائم الحاسوب، وتكلمنا في جرائم الحاسوب عن نشر معلومات مخلة بالأداب، كذلك تكلمنا عن سرقة وقت الحاسوب، وأيضا أخذنا فكرة عن التشهير الإلكتروني، وكذلك على الاصطياد الإلكتروني، وعرفنا كل جريمة منها جرائم هذه شنو معناها وشنو المقصود بها، وأيضا تكلمنا على قرصنة المعلومات، وعرفنا الفرق بين قرصنة المعلومات والاصطياد الإلكتروني. وطبعا لما عرفنا أن في جرائم حاسوب اضطرينا أن نحن لابد نديروا أمن أو تأمين للشبكات، تكلمنا كذلك عن أمن شبكات وتصنيف مخاطر الشبكات ووسائل تأمين البيانات المرسلة عبر الشبكات، كذلك تكلمنا على أمن البرمجيات ومستويات أمن البرمجيات، وقلنا فيه مستويين، مستوى تحديد شخصية المستخدم ومستوى تحديد صلاحية الاستخدام. أيضا تكلمنا على أمن القواعد البيانات، وقلنا فيه فرق كبير بين قواعد البيانات والبرمجيات، وتطرقنا إلى فيروس الحاسوب بعد ما تكلمنا على أمن قواعد البيانات وأمن الشبكات وأمن المنظومات، وقلنا أن في فرق بين أمن المنظومات وأمن قواعد البيانات. وتكلمنا أيضا على الفيروس، وقلنا أن فيروس الحاسوب هو برنامج صغير ينتقل بالعدوى عبر استنساخ نفسه، يعني يقوم بنسخ نفسه تلقائيا من جهاز، مجرد ما ندخل أي أداة تخزين في داخل الجهاز تكون مصابة بالفيروس. الفيروس عندما يصاب، قلنا أيضا الجهاز الحاسوب بفيروس، قد يظل كامنا، مش لابد يتفعل مباشرة، ولكن ممكن يظل كامنا في انتظار حدث أو تاريخ معين بيش ينشط ويبدأ يدير في العمل اللي برمج لأجله. وأيضا تكلمنا على تأثيرات الفيروسات، وقلنا أن مش كلها أهدافها تخريبية، لكن في بعض الفيروسات أهدافها مشاكسة، يعني عبارة عن إزعاج، تبي تدير عملية إزعاج وتقوم باستهلاك مساحات تخزينية في الاسطوانة الصلبة أو في الذاكرة. كذلك قلنا أن الفيروسات قد تصيب الكيان المادي، أنه يعطي مجموعة من الأوامر أو مجموعة من التعليمات اللي تؤثر في جهاز وتسبب أو تزيد سرعة العمل الحاسوب أو المعالج، مما تسبب في ارتفاع درجة الحرارة واحتراق المعالج. اليوم إن شاء الله حنتكلموا على أعراض الإصابة بالفيروسات، وبعدين حنتطرقوا إلى أنواع الفيروسات. فنتكلموا على أول حاجة على أعراض الإصابة بفيروسات. أول شيء ممكن يوضح لي أو يعطيني عرض، يكون عرض من أعراض الإصابة بفيروس، والبطء المفاجئ في أداء الحاسوب، يعني مرات الحاسوب تحس أنه بطيء مش قادر تشتغل به، فهذا قد يعطيك إيحاء أن الجهاز مصاب بفيروس. بس الكلام هذا ما يعنيش أنه أكيد مصاب بفيروس، لأنه ممكن بعض المشاكل الأخرى قد تسبب بطء مفاجئ في أداء الحاسوب، زي التخزين الزائد في الحاسوب، أو مشكلة من مشاكل في الاسطوانة الصلبة أو في النظام، قد تسبب بطء مفاجئ في الحاسوب أو بطء في الحاسوب. ولكن البطء المفاجئ اللي فجأة يصير، هذا عادة يكون عرض من أعراض الفيروسات. العرض الثاني هو انخفاض سعة الذاكرة الرئيسية بشكل مفاجئ. كيف سعة الذاكرة الرئيسية؟ ذاكرة الحاسوب اللي هي نحن نسموها الرام أو الميموري، مرات الفيروس قاعد يكون من روحه نسخ في 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 ذاكرة الحاسوب، فتنخفض السعة الرئيسية ذاكرة الحاسوب وتصبح الحجم بتاعها صغير، مما يسبب مشاكل. مرات بتنفذ برنامج يقول لك الذاكرة لا تكفي، فهذا قد يعطي مؤشر أن في فيروس في جهاز متاعي. الحاجة الثالثة، انخفاض سعة القرص الصلب بشكل واضح نتيجة لتناسخ الفيروسات. قد يعطيك جهاز أنت جهاز جديد وما فيش فيه برمجيات أو تخزين، وإذا يعطي فيك مؤشر أن الذاكرة أو الاسطوانة الصلبة امتلأت، فهذا يعطيك مؤشر أن فيه فيروس يقوم بنسخ نفسه على الاسطوانة الصلبة أو القرص الصلب. العرض الرابع اللي ممكن تكلموا عليه هو تغير شكل بعض أيقونات الملفات. وبرضه حتى العرض هذا مش دائما معناها أنه فيروس، لأن في بعض المشاكل قد تسبب تغير شكل بعض الأيقونات الملفات، والأيقونات الملفات اللي هنا على سطح المكتب أو في الاسطوانة الصلبة عندي قد يتغير شكلها ويقعد شكلها يختلف عن الشكل الأصلي متاعها، فهذا قد يعني أن نحن تغيرت عندنا شكل الأيقونة، وقد يعني أن عندنا فيروس حاسوب في الجهاز متاعنا. العرض الخامس هو تضخم حجم بعض الملفات، وذلك بسبب تضمين الفيروسات بداخلها.
الفيروس كيف ينتقل في داخل الجهاز؟ الفيروس عادة ينتقل مع ملف، صحبة ملف، صحبة برنامج. فالحجم متاع الملف يتضخم ناتج تضخم الفيروس. فإذا كان نحن عارفين حجم ملف متاعنا وفجأة لقيت الحجم متاعه تضخم بدون سبب، فهذا قد يعطيك مؤشر. ولما نقول قد معناها مش كل شيء، معناها مش دائما يعني إنه فيروس، ولكن قد يعطي مؤشر إن الجهاز متاعك فيه أو به فيروس. العرض السادس هو ظهور رسائل خطأ غير اعتيادية. ظهور رسائل خطأ غير اعتيادية مثل الرسائل التي تشير لاستخدام الأقراص والبرامج. يعني لنفترض أني أنا ما نستخدمش في قرص صلب، أو ما نستخدمش في فلاش، أو ما نستخدمش في السي دي، يطلع لي رسالة يقول لي لا يمكن الكتابة إلى مثلا القرص دي أو القرص إي، وأنا ما استخدمتش، ما طلبتش أنه ينسخ. فهذا قد يعطيك مؤشر أن في حاجة معينة قاعدة تحاول أنها تكتب في القرص دي، وهذا يعطيك مؤشر أيضا أن في فيروس مصاب به الجهاز متاعك، وقد يخلق لك مشاكل. يبقى ظهور رسائل خطأ غير اعتيادية مثل الرسائل التي تشير إلى استخدام الأقراص والبرامج بشكل متكرر دون أن يتم استعمالها من قبل المستخدم. العرض السابع عندنا توقف النظام بلا سبب، اللي نحن نقوله له عادة استك، يعني الجهاز فجأة يتجمد بدون سبب بدون أي مشاكل وتولع ويشتغل معاك وبعدين يتوقف فجأة. فهذا قد يعطيك أيضا مؤشر أن عندنا فيروس، ولما نقوله قد معناها مش دائما. توقف بعض التطبيقات البرمجية عن العمل. لنفترض أن عندي برنامج معين نشتغل به، بعد جيتنا بنطبقه فجأة لقيتها معش يشتغل، قد يعطيك مؤشر أن الجهاز متاعك والتطبيق قد أصيب بفيروس. إنشاء ملفات عشوائية بدون تدخل المستخدم، وهذا تصير كثيرا من الفيروسات، تنشئ لك ملفات عشوائية في الاسطوانات ما تعرفش شنو المصدر متاعها، تجدها موجودة في الهارد ديسك متاعك أو في الفلاش مانكش عارف مصدر تاعها. فهذا قد ايضا يعطيك مؤشر ان عندنا فيروس في الجهاز متاعنا. اخر حاجه في اعراض الاصابه بالفيروس هي تلف البيانات. يعني مثلا فتحت ملف من الملفات بتاعي لقيت البيانات بتاعي تالفه ضايعه، ايضا قد تعطينا مؤشر ان عندنا فيروس اصاب الجهاز متاعي. يبقى عندي اعراض الفيروس او الاصابه بالفيروس تقريبا حوالي 10 وحدات، ممكن يكون اكثر من هيك، ولكن اللي موجود قدامنا 10. ولكن ممكن في بعض الأعراض أيضا تعطيك مؤشر أنه فيروس، وكل يوم الفيروسات تستحدث وتدير عمليات جديدة قد ما تكون مش مذكورة عندنا أو مش موجودة. يعني ممكن بكرة يظهر فيروس يعطينا أعراض جديدة. فالأعراض اللي قلنا عليه البطء المفاجئ في أداء الحاسوب، انخفاض سعة الذاكرة الرئيسية بشكل مفاجئ، انخفاض سعة القرص الصلب، تغير شكل بعض أيقونات، تضخم حجم بعض الملفات وذلك بسبب تضمين الفيروسات، ظهور رسائل الخطأ غير اعتيادية، وتوقف النظام بلا سبب، وتوقف بعض التطبيقات البرمجية على العمل، كذلك إنشاء ملفات عشوائية بدون تدخل المستخدم، وتلف البيانات. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أنواع الفيروسات. هناك العديد من أنواع الفيروسات نوجز منها ما يلي. لما نقوله نوجز منها ما يلي معناها المقصود أنه مش هذه كل الفيروسات، ولكن هذا أنواع من الفيروسات أو بعض أنواع الفيروسات. هناك العديد من الفيروسات زي شنو؟ أول فيروس ممكن تكلموا عليه فيروس يسموه الفيروس التنفيذي. الفيروس التنفيذي، الفيروس التنفيذي هذا يرتبط عادة بالملفات التنفيذية. ملفات تنفيذية اللي هي الملفات اللي نستطيع تنفيذها مباشرة، وعندما يشتغل هذا الملف ينشط الفيروس وينسخ نفسه في الذاكرة اللي يصيب الملفات التنفيذية الأخرى في الجهاز. يعني هذا النوع من الفيروس، هذا النوع من الفيروس اللي هو الملف أو الفيروس التنفيذي يصيب فقط الملفات التنفيذية، يصيب فقط الملفات التنفيذية. يعني شنو هي الملفات التنفيذية؟ هي الملفات اللي امتدادها أو الملحق متاعها نسموه EXE، وهي اللي تم تنفيذها مباشرة، تم تنفيذها مباشرة على نظام الويندوز. النوع الثاني من الفيروس وهو فيروس يسموه حصان طروادة. الفيروس هذا وهو برامج أو فيروسات تقوم بعمل آخر غير ما يعتقده المشغل. يعني أنت تقعد على سبيل المثال تلعب في لعبة وتعتقد أنك تلعب في لعبة، بينما أنت في الحالة هذه قاعد ممكن تشغل في الفيروس وقاعد يشتغل في شغل ثاني الفيروس، فقد تكون على شكل لعبة وعند انتهاء منها تبدأ بالتسبب بأضرار لجهاز الحاسوب. يعني النوع الثاني من الفيروسات هو فيروس نسموه نحن فيروس حصان طروادة،
وهي برامج تقوم بعمل آخر، يعني تدير شغل أنت تعتقد أنك قاعد تلعب وهو قاعد يشتغل في شغل ثاني، فنسموه في الحالة هذه فيروس حصان طروادة، ويتخفى أحياناً في شكل لعبة. الفيروس الثالث وهو فيروس سموه فيروس الدودة. فيروس الدودة عادة ما يسببش ضرر، ولكن الفيروس هذا يجي للشبكة أو يبطئ عمل الشبكة وقد يوقفها نهائياً عن العمل، وهو يقوم بعمل أو إرسال بيانات أو إلساء ملفات عشوائية عبر الشبكة، مما يسبب في بطء الشبكة، وهو اللي يسبب أضرار بالملفات إنما يصنع نسخاً على النظم الأخرى، يعني يقوم بإرسال ملفات أو نسخ على النظم الأخرى فيسبب عمل كبير للشبكة ويسبب ازدحام في الشبكة، مما يسبب توقفها نهائياً. النظم الأخرى في الشبكة بسرعة هائلة مستغلاً ضعف أمان الشبكة، وتسبب في تعطيل الشبكة وتوقفها عن العمل. شنو ضعف أمان الشبكة اللي تكلمنا عليهم بدري؟ أنك أنت ما تكونش مثلاً داير جدار ناري على سبيل المثال، أو متكلمين عليه في الحصة الماضية اللي هو الجدار الناري. فنحن ضعف أمان الشبكة، الفيروس تعدودة يستغل ضعف أمان الشبكة وينسخ نظم أخرى أو ينسخ ملفات على النظم الأخرى، ويسبب في بطء الشبكة وتوقفها عن العمل. رابع نوع من الفيروسات عندنا فيروس يسموه فيروس الماكرو، وهو فيروس يرتبط بوحدات الماكرو الخاصة بالتطبيقات زي مايكروسوفت أوفيس. مايكروسوفت أوفيس عادة فيها وحدات ماكرو زي الوورد والإكسل والأكسس، فعادة فيها وحدات ماكرو، فيقوم الفيروس هذا بإصابة ملفات الماكرو أو وحدات الماكرو في المايكروسوفت أوفيس، ويعمل بشكل تلقائي عند تشغيل هذا التطبيق، ويعمل نسخ أخر ونسخ أخرى منه. يعني التطبيق متاع المايكروسوفت، تطبيق المايكروسوفت لما نشغله ويكون فيه فيروس ماكرو، ينشط الفيروس مجرد ما نشغل التطبيق، ويقوم بنسخ عمل نسخ أخرى منه في التطبيقات اللي تليه. آخر نوع من الفيروسات وهو يعتبر أخطر نوع، وهو فيروس بدء التشغيل. الفيروس هذا يصيب أول منطقة في الأسطوانة الصلبة أو في القرص الصلب، يصيب أول منطقة، وهو يشتغل قبل ما تشتغل حتى الويندوز. أول شيء يراه جهاز الحاسوب هي المنطقة اللي هي منطقة البوت أو بدء التشغيل، هي أول منطقة يراها جهاز الحاسوب وقبل ما يشغل ويندوز. فالفيروس هذا يصيب منطقة بدء التشغيل، بمجرد ما أنا نشغل الجهاز وقبل ما يظهر حتى عندي نظام التشغيل، يظهر الفيروس معايا في الذاكرة ويبدأ يشتغل، وهو أخطر نوع لصعوبة العلاج متاعه. ففيروس بدء التشغيل يصيب أول منطقة في القرص الصلب، وهي أول شيء يراه الحاسوب عند تشغيله وقبل ظهور ويندوز، مش لابد ويندوز، حتى أي نظام تشغيل آخر. وهذا النوع من الفيروسات يعتبر أخطر أنواع نظر لصعوبة إزالتها. يبقى نحن تكلمنا على 4 أو 5 أنواع من الفيروسات. الفيروس الأول اللي تكلمنا عليه هو الفيروس التنفيذي، وقلنا الفيروس هذا يصيب الملفات التنفيذية اللي هي يتم تشغيلها مباشرة على الويندوز. والنوع الثاني من الفيروسات تكلمنا عليه هو فيروس حصان طروادة، وقلنا هو يتخفى في شكل زي شكل لعبة، أو يقوم بعمل آخر، تعتقد أنك تشتغل تلعب لعبة ولكن هو يقوم بعمل آخر، وبمجرد ما تنتهي من البرنامج متاعك يقوم بعمل أو تخريب في الجهاز متاعك. ثالث نوع من أنواع هو فيروس الدودة، وقلنا فيروس الدودة عادة ما لهش أضرار كبيرة، ولكن يسبب في بطء الشبكات. ليش؟ لأنه يقوم بنسخ أو عمل نسخ بشكل سريع جدا على النظم الأخرى، مما يتسبب في تعطيل الشبكة وتوقفها عن العمل. ورابع نوع قلنا فيروس الماكرو، وهو يصيب وحدات الماكرو اللي موجودة في الأنظمة زي أنظمة مايكروسوفت أوفيس، ويعمل بشكل تلقائي عند تشغيل هذا التطبيق، ويعمل نسخا أخرى منه. وآخر نوع تكلمنا عليه وقلنا هو أخطر نوع، هو فيروس بدء التشغيل. فيروس بدء التشغيل هذا عادة يصيب أول منطقة في القرص الصلب، وهي أول منطقة يراها جهاز الحاسوب قبل تشغيل نظام التشغيل، وهو قبل ظهور ويندوز. وهذا النوع من الفيروسات يعتبر أخطر أنواع نظرا لصعوبة إزالتها. طرق الوقاية من الفيروسات. بما أن في عندنا فيروسات، فنحن نحتاج إلى عدة طرق لوقاية الفيروسات. كيف أنا نقي جهازي من الفيروسات؟ شراء البرمجيات الأصلية المقصود بها المرخصة، البرمجيات الأصلية المقصود بها المرخصة، والامتناع عن شراء البرمجيات المستنسخة بصورة غير شرعية، يعني تشري برنامج مرخص أو أصلي من الشركة المختصة،
وتمتنع عن شراء البرمجيات المستنسخة بصورة غير شرعية، لأن أغلب البرمجيات المستنسخة بصورة غير شرعية يندر لها عملية، لعملية يسموها عملية كراك أو هاكر، فالعملية هذه قد تصاحبها بعض الفيروسات وتخلق مشاكل للجهاز متاعك، وقد تصطحب بعض البرمجيات المستنسخة معها فيروسات، ولما تحملها تتحمل بالفيروس. الحاجة الثانية أو طريقة الوقاية من الفيروسات الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البرامج والبيانات المخزنة، يعني لابد تحتفظ بيانات متاعك وخاصة الخاصة أو البيانات المهمة جدا تحتفظ بنسخة احتياطية، خوفا من أن يصيب جهازك فيروس، ولما يصيب جهازك فيروس طبعا أكيد أحيانا قد يتلف لك البيانات ويخلق لك مشاكل. فواحدة من طرق الوقاية أنك تحتفظ بنسخة احتياطية من البرامج والبيانات المخزنة بالحاسوب لأجل استعادتها عند حدوث تلف البيانات بسبب فيروسات. يعني عادة الفيروسات من الأعراض أن تسبب لك تلف البيانات، فيفضل دائما أنك تحتفظ بنسخة احتياطية. النقطة الثالثة هي احتفاظ بسرية كلمة السر، المرور وتغييرها من وقت لآخر. طبعا أحيانا قد يقوم القراصنة بنشر بعض البرمجيات أو الفيروسات اللي تقوم بسرقة كلمات المرور، فيفضل دائما أن نحتفظ بسرية كلمة المرور ونغيرها من وقت لآخر، لأن بعض القراصنة قد يستخدموا كلمة المرور في القرصنة، عمليات القرصنة. النقطة الرابعة لطرق الوقاية من الفيروسات أيضا استخدام برامج مضادة للفيروسات الجديدة وتحديثها بشكل مستمر. لابد نستخدم برنامج مضاد للفيروسات يكون مرخص أصلي ما هوش تجريبي وللفيروسات الجديدة وتحديثها بشكل مستمر. أيضا مش معناها أني لما نحمل برنامج مضاد فيروسات للجهاز متاعي أني أنا حميت الجهاز متاعي، لابد من التحديث باستمرار. تحديث مقصود بها تحديث قاعدة البيانات الفيروسات، تحديث قاعدة بيانات الفيروسات، ويتم عن طريق الإنترنت من الشركة المختصة بالموضوع أو شركة صانعة المضاد الفيروس. النقطة الخامسة في طرق الوقاية من الفيروسات فحص البرامج الجديدة قبل استخدامها للتأكد من خلوها من الفيروسات. طبعا لما تجيب برنامج أو فلاش قبل ما تنزله في الجهاز متاعك المفروض أن يكون عندك مضاد للفيروسات وتدير كشف أو تدير فحص للبرنامج قبل ما أنا ننزله على الجهاز متاعي. النقطة السادسة تدريب الموظفين على كيفية الوقاية ضد الفيروسات والتعامل معها عند العثور عليها ومعالجتها. يعني موظفين في المؤسسة متاعنا أو في المؤسسات والشركات مفروض يعرف يتعامل مع الفيروس لما يبان عليه فيروس أو يبان عليه مشكلة أو قد أعراض أو عرض من أعراض الفيروسات، مفروض أن ندربه كيف يتعامل معها أو كيف يتعامل إذا كان ظهر معها فيروس وكيف يقي أو الوقاية ضد الفيروسات. النقطة السابعة عدم فتح أي ملف مرفق ضمن أي رسالة بريدية إلكترونية لا تعرف مصداقية مصدرها، حتى هذه ضرورية جدا، لأن بعض الرسائل تجينا على الإيميلات مش معروف مصدرها، تبعث لنا رسالة والرسالة هذه قد يكون مرفق ضمنها فيروس، بمجرد ما تفتح الرسالة يظهر معاك الفيروس ويصيب الجهاز متاعك، وهذه منتشرة بكثرة في الانترنت وبدأت تنتشر حتى في النقلات، طريق القرصنة في النقلات يدزوا في رسائل قد يقرصنوك عن طريق النقال. التأكد من مصدر أي برنامج يتم تنزيله عبر الانترنت، لما بننزل برنامج ما ننزلش من أي مكان في الانترنت، لابد يكون من مواقع معروفة، شركات معروفة، ما يكونش من أي مركز أو من أي مكان. بعض الناس تنزل من منتديات وهذه طبعا مصدرها مش معروف، فقد تخلق لك مشاكل وقد تكون فيها عمليات قرصنة أو عمليات تجسسية، فلما تنزل برنامج مش معروف قد يخلق لك مشكلة في جهازك وقد تكون عبارة عن فيروسات تجسسية أو عمليات قرصنة. وكذلك لابد لما ننزل أي حاجة من الإنترنت لابد ندير لها عملية فحص برنامج مضاد للفيروسات. أيضا البرنامج المضاد للفيروس لابد يكون برنامج حديث، لابد يكون برنامج حديث ويكون محدث، ما نعباش عليه برنامج في الجهاز متاعي يكون مش محدث ونعبى عليه أنه قد يظهر لي الفيروسات. أيضا عند استخدام حاسوب من خلال شبكة حواسيب يجب حماية الشبكة بجدار ناري. فيه مشكلة، بعض الناس لما يجوا يشتغلوا على شبكة لأن الجدار الناري يدير عملية فحص للبيانات المتدفقة عبر الشبكة،
فقد تسبب بطء في عمل الشبكة أو في تدفق البيانات. ففي بعض الناس يجي يشتغل يلغي الجدار الناري من الجهاز متاعه ويقعد مفتوح. في الحالة هذه طبعا يصير تدفق البيانات بدون رقيب على البيانات المتفقة في الشبكة، وهذه عادة تخلق مشكلة. ولذلك لما نستخدم شبكة لابد يكون في الجهاز متاعي حماية الشبكة بجدار ناري. آخر نقطة هي فحص ومراجعة الإعدادات الأمنية عند اتصال بشبكة الإنترنت بواسطة البرامج المتوفرة لحماية الجهاز من الاختراق. لابد أن ندير عملية فحص ومراجعة الإعدادات الأمنية بشكل مستمر، ونتأكد أن الجدار الناري شغال والأنتي فيروس متاعي شغال عشان نحمي البيانات متاعي من الفيروسات. يبقى لما نرجع ونتكلم مرة ثانية على طرق الوقاية، تكلمنا أن لابد نشري البرامج الأصلية اللي هي نقصد بها المرخصة، نحتفظ بنسخة احتياطية من البيانات عشان حتى إذا كان أصاب الجهاز متاعي فيروس أو حدث تلف البيانات متاعي نقدر نسترجعها بسهولة، نحتفظ بسرية كلمة السر متاعي ونغيرها من وقت لآخر خوفا من اختراق كلمة المرور متاعي، أيضا استخدام البرامج المضادة للفيروسات الجديدة وتحديثها بشكل مستمر. يعني لابد نحدث ونركب أنتي فيروس جديد أو مضاد فيروسات جديد ونحدث بشكل مستمر، نفحص البرمجيات قبل استخدامها للتأكد من خلوها من الفيروسات، ندرب الموظفين متاعي على كيفية الوقاية ضد الفيروسات ويعرفوا كيف يتعاملوا مع الفيروسات عند العثور عليها ومعالجة أثارها. كذلك عدم فتح أي ملف، وهذه مهمة جدا في الإنترنت، أي حاجة تجيني رسالة غير معروفة المصدر المفروض أني أنا ما نفتحش نتأكد من مصداقية مصدرها. التأكد من مصدر برمجيات، لما ننزل أي برنامج مجاني من الإنترنت لابد نتأكد من المصدر بتاعه، ما ننزلش على طول بدون ما نتأكد من المصدر بتاعه، ونفحصه من خلال استخدام برامج مضادة للفيروسات حتى لما ننزله لابد نتأكد أنه هو سليم. عند استخدام الحاسوب أيضا خلال شبكة لابد نفعل الجدار الناري ونشغل الجدار الناري في الشبكة متاعنا، ما نخليش الشبكة متاعي بدون جدار ناري، لأن الجدار الناري مهم جدا في مكافحة الفيروسات. آخر حاجة اللي هي فحص ومراجعة الإعدادات الأمنية عند اتصال بشبكة، أيضا لابد باستمرار نديره فحص ومراجعة للبيانات متاعنا ومراجعة الإعدادات الأمنية عند اتصال بشبكة الإنترنت بواسطة البرامج المتوفرة لحماية الجهاز من الاختراق. بالشكل هذا بإذن الله كملنا الباب الأول أو الفصل الأول. بهذا وصلنا إلى نهاية الحصة إن شاء الله، ونلتقي بإذن الله الحصة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.